أهلا وسهلا بالمشاهدين، واصل هذا المد المباشر والحي لنفصل ونحلل أكثر في عناوين الصحف صادرة اليوم برفقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد خليل. أهلا وسهلا في صباح الشروق. أهلا وسهلا، منورنا اليوم. أهلا وسهلا، الله يجزيك خير. بنوركم طبعا صباح الشروق، يعني أنا سعيد جدا أن أكون ضمن هذه الفقرة. الله يكرمك. قراءات في بعض الصحف، نبدأ بصحيفة الانتباه، هذا الخبر الذي حمل هذا العنوان: لجنة تنفيذية لإعادة تشكيل لجنة التفكيك. كشف الأمين العام للجنة التفكيك نظام 30 يونيو للعام 89900 المجمدة الطيب عثمان عن تشكيل لجنة تنفيذية لإعادة لجنة التفكيك تتكون عضويتها من نفس عضوية اللجنة المجمدة. كيف تعلق على هذا الخبر بإعادة لجنة إزالة التمكين بعد القرار الذي أوقف من خلاله عند إجراءات 25 من أكتوبر السنة الماضية؟ طبعا من الطبيعي جدا أن تعود لجنة إزالة التمكين برؤية جديدة، لأنه هنالك يعني الاتفاق الإطاري حدد واتفق على عودة لجنة إزالة التمكين. هنالك نقاش داخل أرقة قوى الحرية والتغيير والمختصين والعاملين كان بلجنة إزالة التمكين. بدت الورش وخاصة تجمع المهنيين يشتغل ورش عن تفكيك نظام 30 يونيو. واحدة من توصيات الورش إنه الإبقاء على قانون نظام تفكيك نظام 30 يونيو وإجراء تعديل. بالتالي كان حتى في الورشة كان هنالك انتقاد لبعض الممارسات، هنالك مطالب بأنه مدى قانونية اللجنة، هل يكون هنالك نيابة متخصصة للجنة وتكون لديها يعني قوة قضائية بحيث أنه قوانينها أو إجراءاتها أو قراراتها تصبح قرارات ملزمة. فأنا أفتكر أنه هذه المرة سيكون هنالك لجنة للتفكيك تعمل بروح يعني جيدة بقوانين بحيث أنه تعمل على إزالة تفكيك تمكين 30 من يونيو، لأن هنالك اتفاق ما بين الجميع بأهمية هذه اللجنة. وواحدة من السلبيات يعني رافقت عمل اللجنة المرة السابقة، هذه اللجنة لم يعني يورد لها يعني موارد لابد أن تتهيكل ويكون هنالك موارد لهذه اللجنة، واستلام حتى هنالك حديث عن إنه يكون هنالك شركة للأصول، بالتالي لابد أن يكون هنالك يعني العاملين في اللجنة مرتبات. المرة الفاتت ما كان عندهم مرتبات، كانت مرتبات ضعيفة، وبالتالي لابد أن يكون وضعنا الإداري واضح ومعروف يعني. طيب ننتقل إلى هذا العنوان: حميدتي والهادي إدريس يختتمان زيارتهما لولايات وسط وجنوب غرب دارفور، ولكن في الجذو الذي وجد حظه من التداول على نطاق واسع، قدم نائب رئيس مجلس السيادة شرحا وافيا حول التحركات في الحدود مع أفريقيا الوسطى، وقال إنه قبل عامين تم رصد مجموعات تنشط قنوات للتمرد ضد النظام في إفريقيا الوسطى، حيث تم التواصل مع الجارة إفريقيا الوسطى بشأن هذا الأمر، وتم التواصل معه مع اتفاق لإغلاق الحدود بين البلدين، مما أدى إلى فشل هذه المجموعات. وأبان أن هذا السيناريو تكرر قبل 3 أشهر بتخطيط من شخصيات كبيرة، وأضاف بعد ذلك: تحركت قواتنا وقامت بإغلاق الحدود بهدف الحفاظ على حسن الجوار مع جمهورية إفريقيا الوسطى. في الفترة الأخيرة بنقول نشوف في كثير من التفلتات حتى على جانب الحدود وانقلابات عسكرية حتى في البلدان الإفريقية. السودان هو منطقة تماس ودولة تماس ودولة يعني كمعبر لكثير من الدول. نعلق على هذا الخبر الذي وجد حظه من التداول وأيضا الوقوف عنده قليلا. إغلاق الحدود هل يمكن يؤثر على علايق السودان الاقتصادية، ولا هو مجرد قرار أمني يعني؟ وطبعا يعني دائما القرارات الأمنية هي بتأثر اقتصاديا، ولكن الأهم هو القرار الأمني في أنه كيف تقفل الحدود حتى يعني لا تدخل في حرب مع دولة أفريقيا الوسطى. فكونه يتم التغيير من داخل السودان وبقوات سودانية أو بمساعدة قوات سودانية، بالتأكيد هذا المنحنى هو منحنى غير جيد غير مطلوب. بالتالي يعني الحكومة السودانية عليها أن تضبط حدودها، عليها أن لا تسمح لمثل هذه الممارسات، أن تتعامل معهم يعني بشدة
أنه حيجر البلاد لحرب ونحن في غنى عن التدخل في شؤون الآخرين. صحيح هنالك كان أنظمة موجودة في الدول الأفريقية كثيرة تتدخل في شؤون الدول الأخرى، فحتى يسمى عليها يا أخي هذه ردة تحية. يعني السودان في فترات سابقة يعني ساهم مساهمة فعالة في تغيير أنظمة في دول الجوار، لأنه كان سياسة النظام في تلك الفترة هي كان بتمد مثل هذه الأفعال. فبالتالي هذا الحديث هو يعني يكشف حقائق أنه هنالك نشاط استخباري كبير، يعني دائما في الدول الجوار هنالك نشاط استخباري وعمل كبير يتم. فبالتالي كل ما كان يعني جنحت هذه الدول إلى السلام بيكون أحسن إلها ولمواطنها. طبعا يعني حميدتي هو يعني يمتلك معلومات لأنه قائد للدعم السريع، فبالتالي هو تحدث حتى بكيفية أنه يعني تم ارتداء زي الدعم السريع، كأنه هو الدعم السريع أو توريط الدعم السريع في مثل هذه العملية. طيب أستاذ أحمد، اجتماع مرتقب لأطراف الإطاري اليوم، قال عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس إن الاتفاق الإطاري يمثل الحل الأمثل للأزمة السودانية، وناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بالانضمام مشاهدينا لهذا الاتفاق باعتباره المخرج الوحيد للأزمة. وكشف إدريس في مؤتمر صحفي من مطار الخرطوم أمس عن اجتماع موسع لأطراف الاتفاق الإطاري بالخرطوم، وقال إن الاجتماع المزمع يهدف إلى وضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة تتضمن عقد ورش القضايا العالقة وجدولة اللقاءات بين الأطراف الموقعة. لا يزال إعلان الإطار يشغل حيز كبير وسط السياسيين ما بين مؤيد ورافض. بزاوية شوفك كيف تعلق على هذا العنوان؟ وطبعا هذا يعني واحدة من الإجراءات أو الفعل اليومي بالنسبة للقوى السياسية الموقعة والمنخرطة في الاتفاق الإطاري، هي تعمل على استكمال بقية القضايا. هي كانت 4، تم إضافة قضية الشرط إليها أصبحت 5 قضايا. هنالك يعني هنالك اتجاه في إقامة ورشة الورش يوم 9 يناير. فبالتالي أطراف العملية السياسية يعني أمس كان هنالك اجتماع للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، وهنالك برضو اجتماع تنويري للموقعين على الاتفاق الإطاري، أين وصل الاتفاق، ماذا فعلوا وماذا هو المطلوب. فبالتالي ستنخرط قوى الحرية والتغيير لأنه تجمع المهنيين انخرط في الورش. أمس كان لديهم ورشة عن الشرق، كانت ورشة محضورة وكان النقاش والتوصيات حتى خرجت بأنه يكون هنالك يعني طالبوا بأنه يكون يوم آخر لهذه الورشة لأهمية القضايا. بالتالي قضايا يعني مناقشة قضايا مشاكل السودان من قبل أهل المنطقة أو المختصين حقيقة يجد يعني ترحيب يعني كبير من قبل المهتمين. فبالتالي هذه واحدة من الأشياء الجيدة والإيجابية، كل ما تحاول أو تناقش مشكلة مع المعنيين فبالتالي أنت بتطلع بحلول وللمشاكل وتوصيات تعينك على وضع تصورات لحل هذه الإشكالة. طيب هو التعليق سريع، لكن كثير من المحاور وفي صدر كل عنوان مفروض نتوقف عنده كثير، لكن لضيق الزمن نقابة الصحفيين تطالب أيضا النيابة بوقف مسألة منسوبيها بأكثر من قانون أعربة، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها لما وصفتها بالممارسات الشائعة للعدالة ومساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية. وطالبت نقابة الصحفيين النائب العام بإصدار توجيه واضح يوقف بموجبه مسألة الصحفيين في قضايا النشر أكثر من قانون مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح فيما يلي الصحفيين وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات. إلى نهاية الخبر، الفترة الأخيرة بقينا نشوف كثير جدا من الردع بالنسبة للصحفيين بأكثر من قانون، خلاف قانون الصحافة والمطبوعات، قانون المعلوماتية وكذا. فوجود أكثر من قانون هل يضر بصورة كبيرة حريات الصحفية ويضر أكثر بالصحفيين في ممارسة حقهم الشرعي؟ طبعا نحن لابد ان ننتقد قانون المعلومات الذي مرر في الفتره الانتقاليه، وكان قانون معيب جدا، يعني ما بيخدم الحريات ولا بيخدم العمل الصحفي. بالتالي على نقابه الصحفيين ان تعمل يعني ورقه تعين فيها، لان هنالك لجنه الاصلاح الامني والقانوني للفتره القادمه، يعني الفتره الاطاريه الاتفاق الاطاري شمل في انه يكون هنالك مراجعه لهذا الجانب الاصلاح القانوني. فبالتالي زملائنا الصحفيين يجتهدوا في انه يعملوا ورقه
وتضاف لهذا الاتفاق، بحيث انه ما زال ريد يعني. طبعا نحن كصحفيين او الصحفيين عموما لابد ان يفهموا انه هم ما فوق القانون، فبالتالي احنا لدينا بعض الاشكالات يعني، خاصه في النشر الالكتروني يعني، هنالك كثير من الاخبار يعني كثير من الاخبار يعني لا تمت الى الحقيقه يعني. الصحفي واحده من اساسيات عمل الصحفي هو كيفيه انه يعني يستوثق من القنوات الرسميه. ايوه يستوثق من الخبر يعني، الدقه هي هذه مطلوبه يعني. اول ما انت تدخل كليه الاعلام او تقعد في صاله التحرير، اول شيء بقول لك يا اخي الدقه الدقه، بالتالي لانه الاخبار الكاذبه الان يعني الفيك نيوز اصبحت هي يعني تملى الفضاء يعني، بالتالي اي شخص اصبح يكتب والى اخره، محتاجين لقانون يحمي هذه المهنه، يحمي المواطن السوداني، لانه النشر الضار حقيقه يعني لديه يعني سلبيات على المواطن، فبالتالي يعني القانون ينصف الصحفي وينصف المواطن، هذا مهم جدا. نحن يعني نامل في دوله يعني دوله القانون، دوله تحترم يعني حقوقنا كمواطنين سودانيين بعدين كصحفيين. طيب في جزء أخير رياضي، وكل عشاق الرياضة اللي بتابعونا الآن، انتقال الصفقة التاريخية الكبيرة لنادي النصر السعودي، انتقال الدون كريستيانو رونالدو، وانخرط تدريجيا في عملية اللعب مع نادي النصر في الترتيبات التدريبات الأخيرة، صفقة تاريخية. الإعلام الرياضي العالمي كان منظر لها بجوانب أخرى، لكن السعودية تنظر لها لخطة مستقبلية طويلة المدى لتأسيس أو لاستضافة كأس عالم لفترة من الفترات، فبزاوية شوفك كيف تقيم وجود كريستيانو الآن في نادي النصر؟ طبعا أنا بشوف يعني، أنا كمتابع أنا بشوف انه يعني الشيء اللي حصل بالنسبه لاستجلاب كريستيانو رونالدو للسعوديه واجه تنمر، واجه كثير من الاشياء، ولكن هنالك دول تخطط ماذا تريد يعني، بعد 5 سنوات ماذا تريد، بعد 3 سنوات ماذا تريد. راينا المنتخب السعودي في اول مباراه له في كاس العالم كان الاداء كيف، فبالتالي انت تريد تصل للعالميه. استجلاب رونالدو أصبح هو شنو حدث بالنسبة للسعودية، حديث الساعة للأجهزة الإعلامية، الأجهزة الإعلامية، وليس لأنه يعني بسكر في السعودية. صحيح. وفي نادي النصر، وبالتالي هذه عملية كبيرة جدا يعني. هنالك يعني أقول قيادات أو إدارات في السعودية حقيقة أصبحت يعني تفكر تفكير نحو العالمية. السعودية لديها اقتصاد يعني كبير جدا، بالتالي يعني 125 مليون دولار بالنسبة للسعودية دولة يعني تصدر 10 مليون برميل نفط في اليوم، فبالتالي اقتصاد من الاقتصاديات الكبيرة، فبالتالي السعودية هي بتخطط في انه يا اخي تنمية الموارد البشرية. استجلاب رونالدو سيخلق أكثر من رونالدو سعودي داخل السعودية، فبالتالي هذه صفقة كبيرة، تفكير يعني جيد من قبل إدارة نادي النصر، كونه أصبح الحديث في العالم كله النصر النصر، بالتالي يعني أنت حتبحث نادي النصر وين مكانه، كم لعيبته، فبالتالي يعني بيعمل رواج. شفنا التأثير الواضح بالنسبة لنادي النصر حتى على المنصات، من وجود 800 وكسر ألف إلى 5 مليون متابع على منصات كلها يعني. أنا قدر جدا أستاذ أحمد خليل، المساحة ضيقة جدا، لكن كلام ما بتختصر المساحة الضيقة، إن شاء الله نتلاقى في مساحات ثانية. أستاذ أحمد خليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا على كرم وجودك معنا، صباحك الخير. شكرا لك.